اهلا بيكم في حلقه جديده من هندسه مدنيه وبس. ايه الاحتياطات اللي المفروض نعملها قبل ما نبدا في الصب؟ التاكد من استلام الحداده حسب اللوحات والمخططات الانشائيه، دراسه ومعرفه فصل الصب او مكان وقف الصب، الاطلاع على منسوب وارتفاع الصب وخاصه في الاعمده، رش الاعمده او خشب السقف قبل الصب مباشرة، وده علشان نحافظ على مياه الخلطة الخرسانية وعدم امتصاص الخشب ليها والحصول على كفاءة عالية ليها. التأكد من نسب الخلط والإجهاد المطلوب للعنصر الخرسان، مراجعة درجة الحرارة للخرسانة واللي ما تزيدش عن من 35 ل 37 درجة مئوية وما تقلش عن 5 درجات مئوية، وإن زادت عن 37 درجة مئوية يجب استخدام التلج في الخلطة الخرسانية أو في إضافات معينة بتضاف للخلطة، بالإضافة لمعالجة الخرسانة مباشرة بعد انتهاء الصب. عمل الاختبارات زي اختبار الهبوط أو السلامب تيست على الخرسانة قبل الصب، وبناخد مكعبات لعمل اختبارات التكسير على الخرسانة بعد 7 أيام و 28 يوم من الصب. وأخيرا بنجهز الهزاز. نصايح هامة لاستخدام الهزاز أثناء الصب: بندك الخرسانة جيد باستخدام الهزاز الميكانيكي بحيث نضمن عدم تواجد أي فراغات في الخرسانة، بنغرز رأس الهزاز في الخرسانة الطرية وبشكل عمودي وعلى مسافات منتظمة حوالي كل نص متر والمدة من 10 إلى 30 ثانية في كل غرزة، مع مراعاة أن يتم الغرز لحد قاع الطبقة المصبوبة بسرعة ويتم السحب ببطء. برضو لازم نتأكد أثناء استخدام الهزاز أننا ما نلمش حديد التسليح نهائيا علشان ما يتسببش في حدوث أضرار أو مشاكل بعدين، أو أنه يحرك أسياخ التسليح من مكانها. وإذا كان صب الخرسانة على طبقات فيجب غرز الهزاز لقاع الطبقة المصبوبة حديثا واختراق الطبقة اللي موجودة تحتها بمسافة ما تقلش عن 15 سنتي، وبشرط أنه ما يكونش مرة على صب الطبقة السفلية أكتر من 30 دقيقة. وخلي بالك ان زيادة الدكة عن المطلوب بيؤدي لنتائج عكسية وبتعمل انفصال حبيبي، علشان كده يجب ايقاف الدك لما يبان انها اتدكت تماما. اخر حاجة التأكد من وجود اكتر من هزاز قبل البداية في اعمال الصب، وان يكون موجود هزازين لكل بمب او مضخة مع وجود هزاز اضافي، ولكل هزاز 2 عمال. طيب ايه هو اقصى ارتفاع لصب الخرسانة؟ اقصى ارتفاع لصب الخرسانة المفروض ان هو ما يزيدش عن متر في حالة صب الأسقف والكمرات والأواعي، أما أقصى ارتفاع لصب الأعمدة والحوائط هو 2.5 متر، وإن زاد عن كده يجب عمل باب في منتصف الارتفاع والصب على مرحلتين علشان ما يحصلش انفصال حبيب للخرسانة من الارتفاع العالي. كان معاكم المهندس جورج هاملتون من هندسة مدنية وبس، أتمنى أن الفيديو يكون فاتكم ونال إعجابكم.